حقيقة وضع الأرامل بالعراق اللي نرصده من خلال منظمتنا مركز تدريب وتطوير الأرامل، هي صحيح منظمة عاملة في بغداد بس تغطي كل المحافظات العراقية. من سنة 2006 لحد الآن تعمل المنظمة على تقديم الدعم لشريحة الأرامل من النساء. طبعا قدمنا الدعم لأعداد لا تحصى من النساء، حتى الـ 8 مليون أرملة بالعراق، هذا عدد قليل يعني قياسا بالأزمات اللي تعرض لها العراق مثل ما قلت حضرتك من 40 سنة لحد الآن. من أكو مثلا لحد الآن ماكو فد إحصائية ثابتة. ربع الشعب يعني ست منى، ربع الشعب، ثمانية مليون تقريبا، ربع الشعب يعني بالضبط. يعني الرقم مهول بصراحة. يعني هو لحد الآن أكو أرامل ما مسجلات إنه هم أرامل، يعني لحد الآن أكو أسرى من الحرب أو مفقودين من الحرب العراقية الإيرانية، لحد الآن هم مغيبين وما موجودين، وزوجاتهم لحد الآن إنه ما مسجليهم ومتوفين أو ما مسوين المعاملات بسبب الوضع الاقتصادي مالتهم، سوء الوضع الاقتصادي، غيرها إنه الأزمات اللي تعرضنا لها بالفترات الأخيرة بالأخص أزمة داعش وقبلها الحرب الطائفية خلفت هواية من المغيبين والمفقودين اللي بقوا زوجاتهم، لا هم متزوجات، لا نقدر نعتبرهم متزوجات ولا نقدر نعتبرهم أرامل لأنه أزواجهم مغيبين ومفقودين. فما عندنا لحد الآن أي إحصائية ثابتة تبين أعداد الأرامل أو نسب الأرامل بالعراق. بالنسبة لوضعهم صراحة كل الأرامل اللي بالعراق يعانون من وضع اقتصادي، وضع اجتماعي، وضع ثقافي متردي بسبب عدم اهتمام الدولة برعاية الأرامل. حتى الراتب اللي خصصت الدولة اللي خصصته دائرة الرعاية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للأرملة هو فتشي يعني مقداره كلش قليل قياسا بارتفاع الأسعار وقياسا باحتياجات الأرملة واحتياجات أطفالها. إضافة لهذا الشيء أنه حتى الأرامل اللي مثلا أكو دوائر معينة خصصت للأرامل من ذوي شهداء دوائر معينة مثلا اللي تابعة مثلا للحشد الشعبي أو للجيش والشرطة، خصصت رواتب شوية أعلى من الرواتب اللي خصصتها دائرة الرعاية. بس اللي نرصده إحنا كمنظمة أنه النساء الأرامل اللي يستلمون رواتبهم من هذه الدوائر ما يستلموها إلهم، بالأخص أنه أكو أعداد كلش كبيرة منهم هم لحد الآن أعمارهم صغيرة، يعني تزوجوا قبل ال 15 سنة وترملوا هم بهذا العمر، فأعمارهم صغيرة وما زالوا تحت وصاية ولاية أولياء أمورهم. فبالنتيجة اللي ندرس داخل المنظمة أنه تتقدم شكوى من أرملة راتب اللي تتقاضى باعتبار راتب شهيد وهي أحق وحدة به، راتب زوجها الشهيد تأخذه هي، تأخذه ولي أمرها. هذا نتيجته أو هذا سببه هو يعني أكو نوع من أنواع العنف الأسري اللي يحدث داخل الأسرة، إحنا نسميه يعني بلغة المنظمات نسميه عنف اقتصادي، اللي هو الأهل دي يستولون على رواتب بناتهم الأرامل، يعني وهذه مشكلة كلش كبيرة. يعني أشكرك، أنا ما يعني ما أريد أتقاطعش بصراحة، بس أنا أريد أقول إنه أشكرك على إنه نوهتينا حتى على نقطة يمكن ما كانت يعني ما كنت يمكن أذكرها أو ما أعرفها بصراحة. يعني هذه النقطة مهمة جدا، اللي هي نقطة أنه أكو بالضبط نوع آخر ومصيبة ثانية فوق مصيبتها للأرملة. بالضبط. زين أريد أسأل هنا، إحنا هواي نقول أنه هواي أكو مشاكل، برنامج بالعراقي من نحكي نقول أكو مشاكل هواي لها تبعات مو بس سياسية ومسؤولية دولة، مسؤولية مجتمع. اليوم شلون تشوفين نظرة المجتمع للأرامل بالعراق، تعاون المجتمع مع الأرملة، أنتم كمنظمات مجتمع مدني؟ إحنا كمنظمات مجتمع مدني هو أكثر الجهات اللي دا تقدم الدعم للأرامل هي منظمات المجتمع المدني. الدعم اللي دا نقدمه أنه مو كان من نعطيها راتب رعاية أو مقدار قليل من المال، لا، إحنا نمكنها أنه شون تخلق لنفسها مهنة في سبيل تعيلها هي وأطفالها، في سبيل أنه حتى هذا الراتب اللي دا يستولون عليه الأهل هي تكون بعد مو بحاجته لأنه صارت عندها مهنة. فنمكنها من ناحية اجتماعية ومن ناحية اقتصادية أنه نعطيها، نعلمها على حرفة أو مهنة
وبالنتيجة يعني بنهاية التدريب اللي تاخده ممكن انه نفتح لها مشروع مصغر، ممكن انه نزودها بعدد تفتح بها هي المشروع، نبقى نتابع وياها لحد ما يعني لحد ما توقف على رجلها. ايش قد نسبة اللي اذا تحاولون تساعدوهم ست منى؟ والله احنا حاليا مستهدفين تقريبا 400 امرأة، 400 يعني شخص، انه نحسن وضع الاقتصادي والاجتماعي. من ضمنهم يعني 60% من ضمنهم هم نساء، بس احنا قبلهم استهدفنا هواية نساء، مثلا كان عندنا ويا صليب الاحمر استهدفنا 100 ارمله فتحنا له مشروع قبلها، وقبلها يعني من سنه 2006 ولحد الان احنا كل سنه عندنا اعداد من النساء. كانت عندنا سابقا ويا شركه زين العراق، نعم، انه كل سنه لازم تكون عندنا فد زين. الدعم الحكومي شلونه؟ الدعم الحكومي شلونه؟ قولي لي بصراحه شلون، اكو دعم لتساعدكم الحكومه؟ دعم حكومي للمنظمات، يعني للمنظمات نعم، بالتالي انتم تساعدون. دعم حكومي للمنظمات، بس احنا كمنظمه كانت سابقا عندنا يعني ورشة خياطة كانت تجهز وزارة الدفاع بشراشف أسرة وبدلات مقابل يعني مبالغ مادية، كانت تعمل بهذه الورشة 75 أرملة. بس بعد الأوضاع الاقتصادية اللي ساءت بالبلد وبعد التقشف الاقتصادي يعني حتى هذا العقد إنه انلغى، يعني الدولة ما تقدم أي يعني أي مناح أو أي دعم للمنظمات في سبيل إنه تقدم. أنا سألتك وإحنا يمكن يعني جاوبتيني على نقطة يعني أخرى، أريد أسأل أيضا موضوع المجتمع ونظرة المجتمع للمرأة الأرملة في العراق اليوم، شلون تشوفيها؟ والله احنا ما نقدر نقول انه يعني هل جزء من المشكله، خليني هل جزء من المشكله نظره المجتمع للارمله؟ بالضبط، هي جزء من مشكله الاوضاع السيئه للارامل بالعراق هي نظره المجتمع لهم. يعني اغلب المجتمع ينظر للارمله بانه هي مستضعفة ولازم، حتى أكو حتى الأهل يعني أنا أرجع أنوه على هذه النقطة، أكو حتى أهل ينظرون بنتهم الأرملة أنه هي مستضعفة وأنه لازم أكو أحد يسيطر عليها وأنه لازم تنحرم من أي فرصة، لازم بعد ما تمارس أي حق من حقوقها، وأنه إذا طلعت مثلا واشتغلت راح تتعرض للمضايقات، أو أنه بعد لازم ما تواجه أحد بالمجتمع، لازم تبقى حبيسة البيت، وأي موارد اقتصادية تجيها لازم يسيطرون عليها مثل ما يقولون حتى ما تطلع عينها. هاي نظرة المجتمع لها، يعني للأسف هذا الشيء كلش خاطئ. نعم، أشكرك ست منى جعفر الحقوقية والمحامية في مركز تدريب وتطوير الأرامل، كنت معنا من بغداد، شكرا لك على هذه المشاركة.